حياكم. عندما يكتب التاريخ يحفظ، وعندما يتم إعادة تمثيله في مسلسل أو فيلم يصبح حقيقة في عقول الناس. هذا الشاب هو أحد أهم موثقي التاريخ في عصرنا الحديث، حاتم علي. عندما احتلت إسرائيل منطقة الجولان السورية عام 1967، غادر الطفل حاتم الجولان محملاً على ظهر خاله، هرباً من الجيش الإسرائيلي الذي احتل مدينته وقتل أهله. هذا المشهد ظل عالقاً في ذهن حاتم علي حتى كبر وأصبح مخرجاً شهيراً في العالم العربي، ليوثق المشهد العالق في ذاكرته من خلال الكاميرا في مسلسل التغريبة الفلسطينية. حاتم علي الذي عاش حتى شبابه في مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق، درس في الفلسفة اللي يقول إنها نافذة جديدة تخليك تشوف الحياة بطريقة أكثر تأملاً. وفي المعهد العالي للفنون المسرحية تخرج من قسم التمثيل. أول تجربة ملفتة لحاتم علي كانت في مسلسل دائرة النار اللي فتحت له أبواب كثيرة وتوالت المسلسلات بعد ذلك. أنا ما بمضي، وليش بقى؟ متى بدأت تشع عبقرية حاتم علي الإخراجية؟ هذا الإشعاع كان في مسلسل مرايا 98، المسلسل السوري الشهير اللي يملأ ذاكرتنا الدرامية العربية مع الفنان الكبير ياسر العظمة. انسالي الوحدة العربية هلأ ولف على اليمين بتلاقي قدامك طلعة التحرير. اطلع فيها؟ لا، هالطلعة قاسية كتير وصعبة. مرايا تجاوز النطاق السوري وصار يعرض على القنوات الخليجية والعربية في كل رمضان. أخرج حاتم علي مرايا 98 ومرايا 99. يعتبر حاتم علي من أبرز المخرجين السوريين اللي صوروا لنا البيئة الاجتماعية في مجتمع دمشق من خلال وشو؟ من خلال مسلسله العبقري الفصول الأربعة. صاحبت العلاقة، ما حدا قال لي شو معي. أنت الوحيدة بيناتنا يا جميلة اللي ما طلع معك شيء. ممكن تكون ملاحظة غريبة عن هالمسلسل، كثير ومنهم أنا شخصيا أعتقد أنه هذا المسلسل إذا بترجع تتابعه الآن صراحة يأثر على نفسيتك بشكل جميل حتى لو ما شفته من قبل. أنصحك تشوفه، مسلسل ما فيه تعقيدات حتى في تصويره وفي اللوكيشنات، شيء لطيف وممتع صراحة، ما في حشو، حوارات طويلة وكل حلقة لها قصة واحدة بس، ويوم تخلصها تحس أنك فعلا ما ضيعت وقتك، بالعكس استمتعت بوجبة لذيذة.